الانتظام، تعود الكرة عند فريق دجلة، تميلة ويسلي تنظر على فريق انتظام، تعود إلى ويسلي ينجح باسكت ناجع ويسلي، دجلة تمرير إلى ذي الفقار على 3 بوينت جون كريسبي، هذه الكرة فاتت دخوله في المربع الذهبي، لكن قد يعني تقلب الموازين. هنا الكره عند نورس، نورس يحاول بوضع صعب يسجل لا علي عامر، علي ويسلي ارجع سجل باسكت من علي عامر، علي ويسلي اي خطا على فريق التضامن رميتين، ويسلي يحاول، ويسلي تمرير لعادل، عادل يرجع من نورس، نورس فرار الى ويسلي، كروس اوفر ناجح، جامب شوت محاوله ممتاز يسجلها الى صادق على 3 بوينت، عود تابع ريباوت من ويسلي تجله حاول تمرير نورس حسين، تمريره الى كريم وبلوك شوت ممتاز من ويسلي، والثاني ريباوند متابعه من احمد فرحان، تمريره الى ويسلي ما سجلت، عود ريباوند من احمد فرحان، لاحظ الى ويسلي سجلها. ويسلي دجلة يحاول، ويسلي على 3 بوينت تمريرة ولكن ستيل قطرات النظر هنا، ويسلي دام جميل تعود الى جون كريسبي، لاحظ هنا اللقطة الأخيرة جميلة ودام جميل بشكل غريب عجيب عند كل الفريقين، مستوى التسجيل 30-27، ويسلي ينجح الشفاء والعودة، اشتراك اللاعب حسين ممكن يبني الفريقين، ولذلك يستغلون الفاول شوت، فاول شوت أحيانا يكون مهم جدا ولحال اينما كنتم مشاهدي متابعي شاشه الرابعه الرياضيه، مباراه اليوم دجله ونادي الكهرباء جيده، يلتقط الكره تصل عند ويسلي بسلام دانك، ويسلي يسجل، ويسلي يوسع الفارق الان الى 19 نقطه، ويسلي الامريكي افضل عند ويسلي الامريكي ثاني افضل مسجلي الدوري، يواجه مامبي احمد فرحان يوصلها عند اللاعب ويسلي حديد بكالوريوس تربيه رياضيه وعلوم بدنيه ايضا جامعه بابل، ويسلي وهسه يكون هناك التايم اوت، احمد فرحان وبختار سجل نقطه واحده بالحصار الافضل، سجل الثاني و100 على 100 لحسين، حسين عبد الامير 100 على 100 سجل 2 من 2، والحلم بالتمام والكمال لاحمد فرحان لاعب نادي الشرطه السابق،
ويسلي بعد النفط بقوة. ويسلي يحاول على الثري بوينت او تو بوينت. نعم هورس ويسلي محترف. ويسلي حاول كروس جامب شوت سجل. علي مويد حاول ويسلي جامب شوت سجل. ويسلي تمرير ويسلي كروس ويسلي جامب شوت عاول فاهم بالفقار الى ويسلي حاول على الثري بوينت جابها ويسلي ثري بوينت حلوه. ويسلي حاول ويسلي امام فريد رعدي في الجامب شوت يسجل. تمرير ويسلي يردها ردها تمريرة. ويسلي حاول ويسلي كروس اوفر حلو يسجل باسكت. ويسلي محترف الامريكي الى ويسلي حاول حلوة 71 54 يحاول اللاعب ويسلي علي تمرير الى ويسلي سجل.